بيكم في قناتي وفيديو جديد. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة انزلوا اعملوا سبسكرايب في التشانل واعملوا لايك للفيديو وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم نوتفكيشن بأي فيديو انا هنزله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللذيذة جدا والطعمها بجد خرافة واحسن من برا كمان وبأقل التكاليف، مع انها برا بنجيبها بأسعار خزعبلية. هنعمل الشوكولات بالبندق والكراميل. اول حاجه انا هجيب طاسه سخنها بسيط جدا على نار هاديه وهنزل فيها بكميه البندق اللي انا عايزاها، اي كميه متاحه. احمصه تحميصه بسيطه وهسيبه على جنب يبرد. في الوقت اللي هيبرد فيه هجيب معايا طاسه تانيه على النار هحط فيها كوبايه من السكر، يعني على حسب كميه البندق هتحط سكر. انا الكوبايه طلعت معايا زياده شويه، كنت محتاجه كوبايه الا ربع مش كوبايه. فأهم حاجة يكون السكر، مش عايزاه مطحون بس يكون سكر أبيض، ما يكونش السكر اللي هو الأحمر الخشن، يكون سكر أبيض. هفضل أقلبه على نار هادية معايا خالص علشان ما يتحرقش مني. هفضل أقلبه لحد ما يتكرمل معايا بسيط خالص، مش عايزينه برضو يتحرق، يعني هو يدوب يسيح، مش عايزينه يغمق عن كده عشان طعمه ما يمررش معايا في الشوكولاتة. هفضل اقلبه بالراحة ومش عايزة فيه تكتلات خالص، فهتلاقوني عمالة اقلبه واضغط عليه بالاسباتيولا شوية. انا كل دوت شغالة على نار هادية، ما نعليش النار علشان ما يتلسعش مني. هنا كان خلاص ساح معايا السكر خالص ودخل في مرحلة الكرملة. انا ما كنتش عايزه فيه النقط او الكلاكيع دي خالص، فكنت بحاول اسيحها على قد ما اقدر، وكل ده على نار هاديه. اللون بتاعي كده اللون مظبوط جدا، مش عايزينه يغمق عن كده خالص، لو كان افتح من كده كمان كان هيبقى احسن. اول ما الاقي كل حاجه ساحت معايا هنزل بكميه البندق اللي سبتها على جنب تبرد وهقلبهم. التقليب مش هياخد معايا وقت خالص، يعني يدوب من دقيقة لدقيقتين بكثير قوي علشان ما يتحرقش مني وما يمررش. هنا كده خلاص يدوب انا قلبتهم وكل حاجة مسكت في بعض، هشيله هرفعه من على النار خلاص. انا هنا كنت طفيت وهنا خلاص رفعته. ننزل بيه بقى دي طبعا انا كنت حاطاه على صينيه، بس ده كانت غلطه مني، يا ريت نحطها على اي حاجه سيليكون، اي حاجه سيليكون عشان تبقى سهله ان هي تطلع معاكم تمام، مش بلاستيك خالص. هنا بقى فردته وسبته يبرد خالص. في الوقت اللي هو كان بيبرد فيه ما نلمسهوش خالص لانه بيبقى سخن جدا وممكن يلسع بسهوله قوي، فنسيبه لحد ما يبرد خالص وينشف مع نفسه، مش بياخد وقت اساسا. في الوقت دوت انا معايا شوكولاته دارك هقطعها الاول علشان اسيحها، لو في شوكولاته بالحليب من دريم مثلا او كده طبعا هتبقى افضل، بس انا سيحتها وحطيت عليها قشطه ومعلقه من اللبن صغير، ما نزودش اللبن عشان احنا مش عايزينها خفيفه معايا، يعني القشطه كفيله ان هي بس تفتحها وتديها طعم معايا. هنا انا بقطعها علشان تسيح، انا هسيحها على نار هادية خالص على حمام مية، المية ما تكونش واصلة للطبق بتاع الشوكولات وما يلمسهاش مية خالص. هنا طبعا كنت خلاص بسيح الشوكولات، في الوقت دوت كانت بصوا نشفت معايا ازاي، بقت بندق مكرمل هي اساسا، وهي كده طعمها بجد خطير. هجيب بقى معايا الكبة بتاعتي وهطحنها، هطحنها بس مش عايزين الطحنه تبقى جامده، احنا عايزينها اللي تبقى فيها برضو خشونه شويه، البندق يبقى باين فيها. فانا بس هطحنها علشان اخلط الكراميل مع البندق لان الكراميل بيبقى ناشف جدا، فصعب ان انتوا مثلا تحطوه كده في الشوكليت على طول. هنا كنت طحنتها، بصوا طحنتها بس يدوب اللي هو بس كده، لكن بصوا هي خشنه ازاي وفيها حبيبات اساسا من البندق. ده بيدي معايا كواليتي حلو جدا في الشوكليت وانا بعملها، بيبقى باين فيها كمان طعم البندق اكتر. هطحن بقى الحبه اللي باقيين. انا كل ده الشوكليت معايا على بخار ماء هادي خالص،
هنا كانت سيحت وحطيت بقى البندق بالكراميل اللي طحنتهم على الشوكليت اللي انا سيحتها بحتة قشطة. طبعا الشوكليت لو كان فيه افتح من كده، بس انا بحب الدارك، انا بحب الدارك بيبقى طعمها حلو جدا مع القشطة، بيدي بجد طعم مع البندق مع الكراميل، فبيدي طعم خرافي. هنا بصوا البندق كنت بوريكم ان الحبيبات نفسها باينه فيه وبتبين جدا في الطعم كمان. وبعد كده هجيب القالب بتاعي وهحط فيه، طبعا هو ما عملش معايا القالب ده، بس هو عمل معايا بتاع 4 قوالب بس، انا وريتكم قالب منهم. جربوها بجد وهتلاقوا طعمها فظيع.